فحينما تتعرف على ربك الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، يصطبغ قلبك بالجمال، فتتذوق الجمال في كل شيء، بدءا بعبادتك حتى عادتك، وتصطبغ بالجمال في أخلاقك وفي سلوكك مع الناس. ليس التدين أن تظهر الغبش والعبث في وجهك للناس على أنك حازم وعلى أنك جاد في أمرك، ذلك أمر ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يرى عليه الصلاة والسلام مبشرا ومستبشرا، إلا إذا غضب لأمر مما كان يغضب له عليه الصلاة والسلام، أي إذا انتهكت حرمة الله، وما عدا ذلك فما كان وجهه إلا طلقا جميلا. فالمؤمن إذن يألف ويؤلف، والإلف جمال، يألف ويؤلف، والإلف جمال، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الجمال في الناس أولا في قلوبهم، في قلوبهم، وما كان يحاسب أحد على وجهه وخلقته، وإنما يحاسب على ما في قلبه من خلق وسلوك، ثم على ما يظهر من سلوكه ومن هيئته العامة في المجتمع من أخلاق وزينة في حدود العبادة لله عز وجل. ولنا في ذلك قصة عجيبة طريفة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وزاهر اسم شخص، هذا صحابي كان من البدو، يعني عروبي من البدو، وكان زاهر هذا كما صح في الحديث ذميم المنظر، يعني لو جه ديالو ما كانش فيه حسن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه لجمال خلقه ولجمال عبوديته لله، ولأنه كان مرتبطا بالله من خلال جمال اسمائه وكمال صفاته، فكان عبدا، عبدا لله، والعبودية هي أعلى مراتب الجمال. حينما يكون الإنسان عبدا لله يفيض آنئذ سلوكه وخلقه وكل حاله يفيض بالجمال. زاهر باديتنا ونحن حاضرون، يعني احنا المدينيين ديالو هو العربي ديالنا، هذا المعنى ديال الحديث. ذلك أن العرب كان من شأنها، وما زال ذلك إلى اليوم، أن يكون للإنسان صديق في البادية، عنده صاحبه في العربية، كيمشي عنده كيجي الآخر عنده، هذا كي جا المدينة كينزل عند صاحبه، والمديني إلا مشى العربية كينزل عند صاحبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له صديق في البادية. البادية زمان كانت بالخيام، كانت خياما، ما كانت بنايات كما هي اليوم، فقد صارت البوادي اليوم حواضر أغلب أمرها. فقال: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني يشير بلطف مربيا لصحابته وللأمة بعده. هذاك العروبي اللي وجهه ما كيعجبكمش، وجهه مخصر بين قوسين، اللي حقرته حد ما داروا صاحبه، أنا غادي ندير صاحبي. زاهر باديتنا ونحن حاضروه. ولقاه واحد خطرا النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وجده النبي يوما في السوق يبتاع أو يشتري أو يبيع، كيتاجر يجيب السلعة ديالو كيبيع ويشري في السوق ديال المدينة. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه والتزمه، يعني عن قوم النور ديالو شدوا، فجعل زاهر يقول: دعني اتركني من هذا، ما عرفش ايش كل شدوا قنطوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري مني هذا العبد؟ صار النبي صلى الله عليه وسلم كينادي في السوق كيقول: شكون يشري مني هذا العبد؟ فحينما سمع زاهر صوت النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الذي التزمه هو رسول الله، جعل يتحكك بظهره على صدره، ما بقاش كيقول له اطلقني، ولكن يحكك ظهره بصدره عليه الصلاة والسلام. فرح، فرح لذلك، وشعر بأخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوته ورأفته ورحمته بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري مني هذا العبد؟ قال زاهر: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني تلقاني باير، شكون يشري لما نصلح ولما نلاق؟ فقال له: ولكنك عند الله غال. تعند الله غالي، ما كان يميز زاهر،
كان وجوهه كما عبر أحدهم يعني في بعض كتب الأدب تقتحمه العين ولا تكاد تثبت فيه، يعني كتشوفه بعينك لبشاعة منظره كتبدل وجهك. ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتملاه، كيتمتع به، يتملاه ويمازحه بما لم يمازح به أحدا آخر من الصحابة، كيلعب معاه بواحد الطريقة ما مولفينهاش الصحابة يمزح معهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. غلاء زاهر عند الله كان لغلاء خلقه الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري مني هذا العبد، ردوا البال الحديث، من يشتري مني هذا العبد، يعني ظاهر الخطاب يوهم أنه عبد من الرقيق الذي يباع ويشترى في السوق، ولكن مقصده عليه الصلاة والسلام أن زاهرا قد حقق مرتبة عليا من مراتب العبودية لله، وبذلك جمل وكمل عند الله عز وجل. عبد، نعم العبد إنه أواب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني العبودية جمال، والعبودية الحقة لا تفيض لدى الإنسان إلا بأخلاق الجمال. لما تلقى شي واحد مشوك في أخلاقه مع الناس عرف واعلم أنه ما حقق مرتبة العبودية على جمالها وكمالها، بقي ناقص في العبودية ديالو لله. ولو كان من مظهر التدين فيه ما كان، ما يهمك شيء المظهر الشكلي، وإنما حقيقة المظهر ما دل عليه المخبر، اللي هو الدخل، أخلاق ديالو، السلوك ديالو، معاملات ديالو. حينما يسجد العبد لله فيسجد قلبه، وحينما يركع فيركع قلبه، ويتذوق القلب آنئذ من كؤوس النعمة، نعمة العبودية لله، جمال أسماء الله وصفاته العليا العلا. هذا القلب الذي تعلم الخضوع بين يدي رب العالمين يتعلم أعلى منزلة من منازل الإيمان، وهي التواضع، التواضع لله. وهذا التواضع يتسرب خلقا في سلوكه العام في المجتمع، ولا يعرف الكبر ولا الكبرياء،